قطع من بيت مال المسلمين. قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. حتى الطيور كانت بتنعم في عهد العدول رضي الله عنه وارضاه. قال ما تبقى من مال فتصدقوا بها على فقراء أهل الكتاب. يا الله، حتى فقراء أهل الكتاب عاشوا أجمل عيشة في عهد العدول رضي الله عنهم وارضاه. الشاهد من هذا كله أن كان من ضمن الحاجات اللي عملها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه أنه هو جوز الشباب والفتاة. ليه؟ عارف ليه؟ عشان الشاب لما يكون مشغول بشهوته ما بيعرفش يفكر في دينه. الشاب ممكن تغلب شهوته لدرجة أنه لا عارف يصلي ولا عارف يصوم ولا عارف يعبد ربنا ولا عارف يقرأ القرآن ولا عارف يطلب العلم ولا عارف يدعو إلى الله ولا عارف يعامل الناس كويس. نفسيته تعبانة، متضايق، مخنوق، نفسه يحس باستقرار، نفسه ربنا يكرمه بذرية صالحة تيجي بدري كده عشان يقدر ينشئهم نشأة طيبة، نفسه يستقر، نفسه حاجات كتيرة جدا، فمش لاقي، فبتبقى نفسيته تعبانة. ولذلك نصيحتي لكل شاب يقدر يتجوز بدري، يتجوز بدري. إيه اللي يخليك تتأخر؟ هو لازم تستنى لحد ما يبقى عندك 40 سنه وتتجوز الواد يطلع يقول لك يا جدي؟ ما ينفعش الكلام ده، اتجوز بدري. خلي ولادك الفرق بينك وبينهم جميل، حس ان هو صاحبك. شوف ربنا ليه وصاحبهما في الدنيا معروفه، يبقى فيه صحوبيه، بدل ما يبقى فيه صحوبيه مع ميمي ولولو وتوتو وسوسو، لا، يبقى صحوبيه مع ام وابويا. ام وابويا احب الناس الي، اقرب الناس الي، هي دي المساله. ان انا اكون بار جدا بامي، بحبها وبحب ابويا وهم الاثنين اصحابي، سر عندهم وسرهم عندي. انا لما بكون مزنوق في مشكله ولا اي حاجه اروح اخد امي في حضني، امي انا عايز احكي لك مشكلتي، عايز احكي لك يا ابي مشكلتي، عايز اكلمك شويه اخد رايك. فهي دي المساله، وصاحبهما في الدنيا معروف. الاحصاءات بتقول يا جماعه ان اكتر من 80% من الشباب والبنات اسرارهم مع اصحابهم. يعني الشاب بيبقى سره مع صاحبه او البنت سرها مع صاحبتها. طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك انت يا شيخ محمد محمود؟ معاك ان شاء الله. مع حضرتك اتفضلي. الو؟ ايوه مع حضرتك. لو سمحت انا بصرجي. ما شاء الله. ايوه مع حضرتك والله. ازيك الشيخ محمود؟ اه والله هو بعينه. انا بحبك في الله يا شيخ. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب. انا لما بصلي انا بصلي دايما بس بقطع على طول. بصلي دايما بس بقطع على طول. يعني انت كده قلت حاجتين ضد بعض. قلت انك بتصلي وما بتصليش دلوقتي؟ ما بصليش. ليه؟ طيب بحس ان انا تايهه لما بصلي، بحس ان انا ببقى تايهه في الصلاه. لا ده مدخل مداخل الشيطان، ربنا يبارك فيك. استعيذي بالله من الشيطان قبل ما تخش في الصلاه كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وخش على طول في الصلاه. فضل ركزي، حط وشك في موضع السجود بعد ذلك، واقراي كده قراءه كده متانيه، وعيشي مع كل ايه من ايات الله سبحانه وتعالى، وحسي كده بمعاني القران، ما تلتفتيش لاي حاجه، هتحسي بلذه. حبيبك صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال وجعلت قره عيني في الصلاه. يا الله، اجمل حق، اجمل لذه، اجمل لذه. تحس كده ان انت بره الصلاه مخنوقه. يعني عشان كده من كان من السبعه الذين يكونون في ظل عرش الرحمن ورجل قلبه معلق في المساجد. ان انسان قلبه كده كانه متعلق في المسجد، يخرج بره تعبان، عايش من غير قلب، مش قادر، فما يرتاحش الا ما يخش بيت ربنا سبحانه وتعالى. طب معانا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود. مع حضرتك ان شاء الله. جزاك الله خيرا عن الموضوع الجميل اللي حضرتك بتتكلم فيه. الله يبارك في عمرك ويحفظك. بس انا هطلع الموضوع بس واسال حضرتك سؤال. امرني. ريت الرد عليه بعد اذن حضرتك. امرني تحت امرك. انا بشتغل في بنك من حوالي 6 شهور في خدمه عملاء. نعم. فبنفتح حسابات فيها فوائد وبنفتح قروض والكلام ده. نعم. هل هذا شغلي حرام ولا حلال؟ حضرتك في بنك اسلامي؟ لا مش بنك اسلامي، بنك استثماري خاص. بنك استثماري خاص. طب انا نصيحت لحضرتك ربنا يبارك فيك، السؤال كده مفهوم. نصيحت لحضرتك ربنا يبارك فيك، احرص كل الحرص. احنا ما بنقولش ان كل البنوك ربويه وكل البنوك حرام، طبعا الكلام ده ما فيهوش انصاف. لا، بنقول من انصاف ان في بنوك ربويه وفي بنوك اسلاميه، وفي بنوك ربويه وليها فروع اسلاميه وفصلين المعامله تماما. في بنوك صح ربويه وعامله فرع اسلامي والاثنين مخلط على، لكن في بنوك فعلا ربويه وعامله فرع اسلامي ومفصلين ده عن ده. حاول ربنا يكرمك تشتغل في بنك اسلامي وربنا يعوضك كل خير ان شاء الله. طب معانا اخر اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا الشيخ محمود. مع حضرتك ان شاء الله. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك ويحفظك. انا عايزه اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. عايزه اعرف انا عملت ده صح ولا غلط. اتفضلي. انا مخطوبه. نعم. بس خطيبي. نعم. بساعد خطيبي. بايه؟ بساعد خطيبي. في التجهيز يعني كده؟ ماديا كده. نعم. فانا
فانا مش عارفه كده صح ولا غلط. والله ربنا يبارك فيكي. طبعا يعني حاولوا، هو انسان ملتزم الحمد لله. اه بيصلي. طيب ربنا يبارك فيكوا فيه يا رب. طبعا قدر الامكان تحاولوا تاثروا فتره الخطبه ديت، ويبقى في عقد عشان يبقى فيه يعني التعامل بشكل شرعي، بحيث ما يبقاش في اي ايه اي معاصي. اما ان انت بتساعديه وتحاولي ان انت يعني تاسسي بيت الزوجيه، الاصل ان كل دوت على الزوج. لكن لو حسيت حضرتك انه انسان فاضل وعايز يتجوز ويعف نفسه ويعف حضرتك، وانت فعلا حاسه ان هو هيعينك على طاعه ربنا سبحانه وتعالى، وهتضحي بجزء من المال معاكي عشان ان انت تنشئي البيت، فلا حرج في ذلك، مفيش اي مشكله خالص بالمره. واسال الله عز وجل ان يتم لكم الامر على خير. نرجع لموضوعنا، انا عايز اتجوز، يعني الموضوع مهم جدا. طيب اهو المخرج حتى بيقول عايزين نتجوز. ربنا يجوزك يا استاذ محمد، قول امين. فبنقول سيدنا عمر بن عبد العزيز من ضمن الحاجات اللي عملها، عمل ايه؟ راح مجوز الشباب والبنات، ودي جميل قوي. والله اقسم بالله العظيم انا مره يعني نمت ليله كده وتخيلت نفسي ربنا رزقني بمال زي سيدنا عمر بن عبد العزيز، وعمال اجوز الشباب يمين وشمال والاخوات وكده، وسبحان الله بتمناها والله من كل قلبي ان ربنا يكرمني واقدر اجوز اكبر قدر من الشباب. اقسم بالله العظيم بتمناها، بتمنى ربنا يجعلنا سبب في انشاء بيت مسلم، بيتين، 10,000، 100,000، ربنا يكرمنا ويكرمكم. ولذلك انا يعني عشان كده بقول للاغنياء ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم، ليه ما تكونش سبب في ان انت تعف اخ واخت مسلمه؟ وانويها بقى نيه كده حلوه، ايه هي؟ انا هجيب شاب ما شاء الله ملتزم واخت ملتزمه، واجوزهم على حسابي، عندهم شقه هفرش لهم مثلا، وانوي بالفرش ده او المساعده ديت في الزواج ان كل صلاه يصلوها وكل عباده يعبدوها وكل ولد يخلفوه يعبد ربنا يبقى في ميزان حسناتي. تخيل حضرتك الخير اللي ممكن يوصل لك. والله مره كنت في زياره الاخ، الكلام ده من حوالي 8 سنين. ففجاه هو شاب فقير وبسيط جدا يعني. فجاه لقيت عنده في البيت، والله يا اخوه بنفس المنظر بقول لكم ده، كل الاجهزه الكهربائيه اللي ممكن تخطر على بالك في بيت، من غساله اوتوماتيك لديب فريزر لثلاجه لسخان لمكيف لبوتاجاز لكل ما تتخيله. فبقول ايه ده؟ ما شاء الله ربنا يبارك يا رب العالمين. فقال لي والله الحمد لله رب العالمين، زوجتي ما شاء الله ختم القران بالسبع قراءات، وانا ظروفي الماديه تعبانه وهي ظروف الماديه تعبانه، فواحد جاي من بره من دول الخليج ربنا يحفظه ويبارك فيه ويوسع عليه، فجاي من بره نفسه يعمل اي خير، فقال لي يا جماعه انا عايز اكون سبب في بيت اقامه بيت مسلم، فشوفوا لي اخ ملتزم واخت ملتزمه تكون المساله بالنسبه لهم متعسره. فقالوا له في اخت ما شاء الله ختم القران بالسبع قراءات وظروفها الماديه تعبانه جدا، وفي اخ اللي هو زوجها بقى اللي هو عاقد عليها برضه ظروفه تعبانه جدا. قال خلاص، ايه اللي ناقصهم؟ قالوا والله العفش والاجهزه الكهربائيه. قال عليا الاجهزه الكهربائيه كلها، وراح جاب لهم اجهزه كهربائيه في الوقت ده ب 12,000 جنيه. سبحان الله. اسال الله عز وجل ان يجعلها في ميزان حسناتي. ليه ما تعملش كده؟ ليه ما تفكرش في مره من المرات، وكنت مبسوط جدا لما كنت في السعوديه، اسال الله عز وجل ان يبارك في اهلها. سبحان الله، شفت هناك مشروع في جده، عاملين مشروع لتزويج الشباب، ما شاء الله، كل اللي معدي يحط اللي ربنا يقدره عليه. حط فلوس والشاب يتجوز ويكون انت سبب في انشاء اسره مسلمه بفضل الله سبحانه وتعالى. الانسان جواه الشهوه مركبه، والميل والغريزه الفطريه بين الرجل والمراه ده ميل فطري، حدش يقدر يعاند نفسه، حدش يقدر يقول انا عمري في حياتي ما كان عندي رغبه في اي امراه. ما يقدرش يقول كده. وما يقدرش واحده تقول انا ما بحبش الرجاله، انا رجاله ايه دولت ولا اعمل بهم ايه؟ لا، سبحان الله، ده ميل فطري بين الرجل والمراه. شيء طبيعي ان الرجل يميل غريزيا للمراه والمراه والا ما كانش ده من ده من اسباب بقاء النسل الانساني. ربنا جعله سبب، والانسان ايه؟ مدفوع ومجبول على هذا، يعني مدفوع غصب عنه لمساله الشهوه. وذات تلاقي زوج وزوجه والاثنين بيكرهوا بعض وشاكين بعض في المحاكم وعاملين مشاكل، ورغم ذلك مخلف منها 12 ولد. طب خلف منها ازاي اذا كانوا اصلا بيكرهها؟ سبحان الله، هو مدفوع لحب المراه وشهوتها وشهوه المراه. سبحان الله. طيب الانسان طالما جواه الشهوه دي مركبه، يبقى يضعها فين؟ في الحلال، في الحلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع احدكم صدقه. الله اكبر. وفي بضع احدكم صدقه، اي نعم، يعني اذا اتى الرجل امراته في الحلال فله بذلك صدقه. قالوا: يا رسول الله، اياتي احدنا شهوته ويكون له بها اجر؟ قال: اجل. ارايت لو وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ قال: اجل. قال: كذلك اذا وضعها في الحلال فله بها اجر. خد بالك من حاجه،
لان بعض الشباب يقول لك ايه، انا عايز اعيش حياتي واديني ماشي مع دي شويه وماشي مع دي شويه وخلاص، وبدل ما اتحمل مسؤوليه وبعدين زي ما بيقولوا كده حتى محلاها عيشه الحريه. الانسان لما يعيش حر بدل ما يبقى بعد كده سبحان الله اتجوزت وبعدين الزوجه بقت حامل وبعدين الخلفه وبعدين مش عارف ايه والتربيه والمدارس و ودوشه ومشوار، اقول لك ماجور على كل ده حبيبي، ماجور على كل هذه الاشياء. سبحان الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واللقمه يضعها الرجل في امراته له بها صدقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته في عتق رقبه، ودينار انفقته في كذا، ودينار انفقته في على اهلك، قال: اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. هو ده اعظم اجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت او يضيع من يعول. فسبحان الله، فليك اجر، ليك اجر. كل لقمه، كل لقمه في فم الزوجه لك بها اجر. كل نقطه لبن، كل نقطه لبن تنزل من ثدي امراتك في فم طفلك لك بها اجر، لان انت اللي بتاكل زوجتك. فهذا ياتي من الطعام اللي انت اعطيته لزوجتك. سبحان الله، فكل ده ليك بها اجر. والولد كل لما يطلع ويسبح حمد ربنا ويعبد ربنا ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعمل كل ده، كل ده في ميزان حسناتك، حسنات شغاله. ولذلك كنا مره مع اخ كده ربنا يحفظه كنا داخلين نصلي معاه الظهر، فكلنا دخلنا صلينا الظهر، هو كان ما شاء الله كان ربنا يعني يكرمه ويوسع عليه رب العالمين، عنده 10 اولاد، 10 اولاد ذكور، فكانوا كلهم داخلين يصلوا معانا الظهر. فبعد ما طلعنا من الصلاه خلصنا وخرجنا من المسجد، فقال: الحمد لله كل واحد فيكم صلى الظهر مره واحده، اما انا فصليت الظهر 11 مره. فاخ بيقول له: ازاي يعني؟ قال له: ما انا صليت ولادي العشر وهم في ميزان حسناتي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد من كسب ابيه، الولد من كسب ابيه. كل اللي يعمله الابن في ميزان حسنات الوالد بفضل الله سبحانه وتعالى. فواحد يقول لك: لا انا مش عايز اتجوز عشان عايز اعيش حر. اقول لك حاجه بقى، معنى ممكن تكون ما انتش حاسه، أعظم حرية إن أنت تكون في طاعة ربنا، وأعظم سجن عياذا بالله أو أسوأ سجن الذي يحبسك إن ذنوبك تحبسك عن دخول الجنة. ذنوبك لو حبستك عن دخول الجنة هو ده السجن الحقيقي. السجن الحقيقي مش إنك أنت تبقى ورا قضبان، أنت ممكن تكون في السجن الحقيقي ده أو السجن اللي الناس عارفاه، في السجن ومحطوط في زنزانة يعني وكده، سبحان الله، وتكون عايش في جنة. وهديك مثالين جمال جدا جدا، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الامام ابن تيميه شيخ الاسلام رحمه الله رحمه واسعه، في يوم من الايام وشى به بعض العلماء الى السلطان، قالوا له: ده الامام ابن تيميه بيرسم عشان ياخد الكورس بتاعك وعايز يبقى ملك البلاد. فراح بعت له قال له: سمعت يا ابن تيميه انك تريد ملكي، شكلك كده بترسم على الكرسي. فتبسم الامام وقال: ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك آبائك ولا أجدادك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعوضة، إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. أنا أفكر في الملك بتاعك أنت ده، أقل واحد في الجنة ملكه أدي الأرض كل أدي مش الأرض الكور الدنيا كلها 11 مرة. والحديث رواه مسلم أن المولى عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة منزلة، يقول له جل وعلا: أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ فيكون رضيت يا رب. ده مين؟ ده أقل واحد في الجنة، سبحان الله. فقال: والله لا ملكك ولا ملك أبائك ولا أجدادك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعوضة، إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. فالملك ما عجبوش الكلام طبعا، يعني إيه يعني أنت عايز تحسسني إن أنا مش عايش ملك يعني؟ طب يلا دخلوا السجن. فراح مشاور كده فدخلوا السجن. السجن زمان بقى كان غير دلوقتي، يعني دلوقتي الزنزانة تقفل كده، لا زمان كانت الزنزانة بتنزل من فوق، واخد بالك؟ فسبحان الله، فلسه منزلين السور بتاع الزنزانه، فالامام اول ما شافه، وسبحان الله دايما بقولها وبكررها، كل شيء في الدنيا لازم يذكرك بكل حاجه في الاخره. تشوف الزنزانه ديت وهي نازله كده، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، تتذكر سور الاعراف اللي على الصراط. لما تشوف الخضره الجميله الحلوه البلاستيك اللي قدامنا دي، لا الخضره حقيقيه بقى لما تشوفها بره يعني، سبحان الله، لما تشوف الخضره حقيقيه تتذكر نعيم الجنه. لما تشوف النار بتاعت الفرن اللي عند الخباز وكده تتذكر النار. لما تيجي تنام وتتغطى وتحط اللحاف على دماغك تتذكر القبر. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، ويجعل قبورنا كلها روضه من رياض الجنه، سبحان الله. فالامام ابن تيميه داخل السجن، فمنزلين السور كده. طب قبل ما ننزل السور معانا اتصال. السلام عليكم. هنقط السور شويه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود. ايوه مع حضرتك. ايوه يا شيخ محمود. اتفضلي. انا بقالي
احاول اكلمك والله. الحمد لله ان انت وصلتي، الحمد لله على السلامه. اهلا بيك، اتفضلي. والله يا شيخ محمود انا عندي مشكله وعايزه ارد عليه وعايزه اسمع لراي حضرتك. اتفضلي حضرتك. انا دلوقتي متزوجه معايا طفلين. نعم. وزوجي ما بيشتغلش، مش حابب الشغل. ايوه. طب قولي تاني كده. ماشي. زوجي مش عايز يشتغل. ومعايا طفلين منه. نعم. واقول له صلي ما بيصليش. ما بيصليش كمان؟ مش حاطط في دماغه الصلاه خالص. هو قاعد مع حضرتك دلوقتي سمعنا؟ ولا الصوم. هو قاعد مع حضرتك سمعنا دلوقتي؟ دلوقتي زعلانه وقاعده في بيت اهلي. نعم. بقالي دلوقتي يعني 10 ايام. نعم. وفي مشاكل جامده بينا وبين بعض. نعم. فكل ما يعني كل ما يجي اهلي يمشوه. ومعترضين على عيشتي معي. والله يا اختي ربنا يحفظك. هو يعني الانسان اللي ما بيصليش ده يعني ايه؟ يعني انا يعني الحمد لله ربنا هادين وبصلي وكل حاجه، بس من كتر الهم والمشاكل. نعم. مش مركزه في اي حاجه. لا ان شاء الله خدي بال حضرتك. هو يعني ربنا يحفظنا ويحفظك. يعني طبعا السؤال واضح، انا هجاوب لحضرتك دلوقتي. هو المشكله ان في بعض الناس بتظن ان لما يحصل لها مشكله ان انا بقى عشان المشكله فانا مش هعرف اركز بقى لا في صلاه ولا في عباده، وانا بقى بصراحه حاسس بان انا بصلي الصلاه مش مظبوطه، فاسيبها بقى وبعدين ايه لما حالتي تتظبط ابقى ارجع اصلي كويس. لا، حل المشاكل كلها ان احنا نتوب الى ربنا سبحانه وتعالى. حل المشاكل كلها ان احنا نشوف احنا بنعمل ايه. اكيد اي انسان في الدنيا عنده ذنوب، اكيد عنده تقصير في حق الله سبحانه وتعالى. لازم كل واحد يراجع نفسه بجد. كان احد السلف كان بيقول كلمه حلوه قوي، كان يقول اني ارى اثر ذنوبي في زوجتي ودابتي. لما اشوف لما اذنب ذنب كده اروح لزوجتي بدل ما كانت بتسالني اهلا وسهلا والحمد لله على السلامه، تشوفه ضربه ال 111 ومكشره ومش طايقاه، يجي يركب الدبه بتاعته تقوم رفصان وقعاه، فيقول هو ده من ذنوبي. هي دي المساله. فربنا يبارك فيك يا اختي احفظك. ادعي له، ادعي له، خليك يعني حاولي تشوفه كده يعني ان شاء الله وسيط من اهل الخير يروح يكلمه ويذكره بالله سبحانه وتعالى، لعله عسى ان ربنا يكرمه ويصلي. وهو لو صلى ان شاء الله ربنا هيكرمه ويوسع عليه ويفتح ابواب الرزق ليه ان شاء الله. وحاولي معاه مره واثنين وثلاثه ان ربنا يجعلك سبب هدايته ان شاء الله. وابعتوا له حد، يعني ابعتوا له حد يكلمه، شوفوا مين اللي غالي عنده ومين اللي ليه اثر عليه وخليه يكلمه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب نرجع لموضوعنا. فالامام ابن تيميه، احنا وقفنا عند السور. فالامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه دخل السجن.